أخذكم الحين لحد هذه العدسات مشاركة أخرى بعدسة رايد العوفي من ربيع سد غراب شمال شرق المدينة المنورة التي أصبحت وجهة مفضلة للمتنزهين. خلونا نشوف معاكم هذه العدسة ونرجع. يا مرحبا، ترحيب تنكلها طيبة ودهن عود، بقولها لهل القناه الجميلة بالبداية، والله يجملنا معه للوفاء والعز والجود، ونواصل الإبداع اللي بدينا للنهاية. يا هلا والله ويا مرحبا فيكم. أعرفكم بنفسي، رايد العوفي من مواليد المدينة المنورة، السكن والنشأة مركز النخيل اللي نصور لكم منها الآن. بداية أحب أشكر برنامج ديرتنا أنهم أتاحوا لي الفرصة للظهور على القناة السعودية الأولى. صراحة صعب شيء إن الواحد يتكلم عن نفسه، لكن بالنسبة لي أنا هواياتي كثيرة، لكن التصوير هو اللي يربط جميع هواياتي مع بعض. في عام 2015 كانت البداية بتقديم تقارير عن أهم المعالم في المنطقة، مثل السدود، جبل أم غطية، دحل أم قراضي، جبل العين، وكان الهدف إظهار أهم المعالم وإيصالها لأكبر عدد من الجمهور. بالنسبة لمنطقة تبوك، وكانت آخر تغطياتي منها محافظة أملج وجبال الديسة، وكانت هناك تغطية مميزة عرضت من خلال البرنامج لربيع البدع، والتغطية الأميز كانت لثلوج تبوك هذا العام، وعرض التقرير من خلال برنامج ديرتنا. فكان برنامج ديرتنا داعم لي باستمرار بصراحة، وأسرة البرنامج كانوا مشجعين لي من خلال التواصل معي. التصوير الجوي بالنسبة لي أكثر من مجرد هواية، احترفت المجال ذا منذ أكثر من 7 سنوات. طبعاً الناس عرفوني من خلال تغطياتي للأمطار والربيع والأماكن الحلوة مثل المكان هذا اللي حنا فيه موجودين فيه الحين. في الختام نقدم الشكر لمشاهدين برنامج ديرتنا، ونجدد الشكر لأسرة البرنامج اللي حريصين دائماً على إظهار الأماكن المميزة في السعودية لمشاهديهم.